أعيشها لو أنت بعيد أو قدامي. هاي، نحن معكم اليوم ببابا بتغطية إلى حفل من تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات من قلب بيروت النابض بالحياة، وتحديدا من أوتيل الفور سيزن. أمسية جدا مميزة جمعت بين ملكة الإحساس والرومانسية The Queen of Sensation إليسا وملك المسرح فارس الأغنية العربية عاصل حلاني. حفل كان سولد اوت قبل بكثير من الوقت، وتم اضافه مقاعد نظرا للاقبال الجماهيري الكبير اللي شهدته هالامسيه. المزيد من التفاصيل بالصوت والصوره مباشره. عايشه حاله حب معك وحدان، وصعب انها تتكرر تاني. مثل حب، مثل رومانسيه، مثل عشاق في عيد العشاق. برحب بكل الحاضرين معنا الليلة وبكل مستمعين إذاعة روتانا اف ام لبنان اللي معنا على السمع عبر الموجة 102.1 من كافة الأراضي اللبنانية أو عبر الابليكيشن روتانا اف ام ال بي. طبعا هن معنا بنقلنا الحصري والمباشر لحفل رح يحمل كمية إبداع موسيقي يفوق الوصف. طبعا العاشق بينتظر حفلة عيد الحب أو مناسبة عيد الحب ليعبر عن اللي بيجول بداخله، فبيشتري هدايا، بيحضر مفاجآت، ولكن كل هالشي ما بيغني عن كلمات الغزل والحب اللي بتكون نابعة من القلب للقلب. ليلى رح نسمع كتير من هالكلمات والألحان والأغاني المليئة بجرعات زائدة من الغزل والأحاسيس والرومانسية والحب مع نجمة دخلت قلوب الملايين بحضورها المميز وصوتها، حضورها في كل مكان مختلف، صوتها وحده الشافي من أوجاع الحب، صوتها اعترافنا العميق بخطيئة نرتكبها معه غالبا كلما عشقنا لنصغي إليه ونحن سكوت. مين أحلى من إليسا وصوت إليسا ليغني الحب بعيد الحب؟ بليز رحبوا معي بملكة الإحساس والرومانسية إليسا. اوف سنسيشن إليسا، هاي واهلا وسهلا فيك بي بابا عبر ال بي سي وقنوات روتانا. ميرسي، اهلا وسهلا فيك إليسا. قد ايه سعيد اليوم بانك عم بتعيدي فالنتين بحفل من تنظيم شركه روتانا للصوتيات والمرئيات وبالتحديد من بيروت؟ انا بتصور يمكن هاي اول كونسرت خاصه بفالنتين بعمله انا ببيروت ومع شركه روتانا. اكيد يعني دائما الواحد بينبسط يكون ببلده عم يعمل كونسرت. يعني مغرومه ما زال بفالنتين اليوم؟ ماشي حالي. في انجيجمنت رينج سون؟ لا ما في شيء. حطيت كوت على الانستغرام انه بالرغم من انه في كثير اشخاص بيعزوا على قلبك وبتحبيهم، الا انه بالرغم من شوقك لإلي لإلهم وحنينك كرامتك ما بتسمح لك بالعوده. قد ايه اليوم إليسا عكس اللي شايفينها؟ بس اتس يعني اتس جاست ا كوت لاحمد شوقي وحلوه. منك عايشتيها يعني؟ اكيد ماني عايشتها. يعني الواحد ما يعني مش ضروري يكون بده يعيش لحظة يقرا فيها كوت يعني يتأثر فيها وتعني له كحدا انه بيستذوق الشعر. It's just a code دخيلكم، ما تحوروا لي قصص انا ببقى عم بعملها بحسن نية لقصص بتحطوا ليها براسي بتبقى انا عن جد يعني منا براسي. دي حياتي معاك بالي حياة لو افضل طول الليل حضنا مش هشبع من حضن حبيبي. أخيرة لكل اللي عم يتابعوك اليوم ببابا، شو بتحب تقولي لهم؟ بوجه لهم تحية أكيد
وبعيد المغرومين يعني، وان شاء الله دائما بتكون ايامهم حلوه، هاي اكثر شيء بقدر اقوله. ثانك يو سو ماتش وجود لك لالي. ثانك يو الي. طبعا بيقولوا بالحياه الحب بيصنع المعجزات وهو امل البقاء. بتمنى حياتكم كلها تكون حب بحب واعياد، وعيد العشاق ما بيحلى الا اذا غنى له العاصي. فنان المواويل وصاحب الحنجرة الذهبية والصوت الطربي الاصيل، صوت الحامل من صخور هذا الجبل صلابته، ومن ترابه حنانه، ومن ارزه شموخه، فارتفع ممجدا الخالق والارض والحبيب في سيمفونية حب خالدة تعجز الفناء. غنى للبنان ببيروتها، وسوريا بدمشقها، ومصر بقاهرتها، والعراق ببغدادها، وبلغ صوته اقصى المغرب وادنى المشرق. بليز رحبوا معي بصاحب الحنجرة الذهبية، ملك المسرح، فارس الأغنية اللبنانية، عاصي الحلاني. ما يسافر ليل عقدي كتير بعيد، لما يطلع فجر تشوف شمس جديدة. الأغنية اللبنانية عاصي الحلاني، أهلا وسهلا فيك بيبا باب عبر الـ LBC وقنوات روتانو. أهلا وسهلا فيك، يسعد مساكي. بداية قديش سعيد اليوم تكون من بيروت عم بتطل بحفل من تنظيم شركة روتانو للصوتيات والمرئيات مع ملكة الإحساس أليسا. طبعا دايما بيكون في عنا سعادة لما نطلع من لبنان بنشاطات وحفلات ومهرجانات، لأنه على امل دائما انه لبنان يرجع احلى مكان، ويرجع لبنان الفرح والمهرجانات الحلوه، بلد التلاقي مثل ما تعودنا دائما. لبنان كان دائما كل اشقائنا العرب يتلاقوا بهالبلد، لانه رغم صغره ولكن في قلب كبير وقلوب كبيره. اللبنانيه كلهم عندهم حنين لكل احبائنا واشقائنا بكل الوطن العربي، انه يرجع لبنان مثل ما كانوا لبال افضل ان شاء الله. تابعوني دائما مع انجيلا ببوب اوب، ان شاء الله بتكون دائما انجيلا منوره. احب الليل